السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة رابعة من التعليم المتوسط. في هذا الفيديو سأقدم لكم إن شاء الله تلخيص نص الضحية والمحتال للأديب بديع الزمان الهمداني. إذن النص يكون في الصفحة 16. وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. التلخيص إذن، الضحية والمحتال. ذات يوم اشتهى المحتال عيسى بن هشام الطعام وهو ببغداد، فأخذ يبحث عن ضحية تدفع ثمن طعامه بالاحتيال والنصب. فالتقى بالسوادي أبو عبيدة الضحية فناداه بأبي زيد وادعى معرفته ومعرفة أبيه وهو في الحقيقة لا يعرفه، ولكن ليقترب منه وتنجح حيلته حتى يظفر بماله ويدفع المغفل السوادي طعام المحتال عيسى بن هشام الذي دعاه إلى الغداء عند شواء السوق والحلوى اللذيذة. وهذا ما جعل السوادي الأحمق أن يطمئن إليه وحرك فيه غريزة الطمع والجشع يظفر هذا الأخير يعني السوادي بوجبة غذاء شهية ويقبل دعوته، ولم يكن يعلم أنه وقع في الفخ الذي نصبه له المحتال عيسى بن هشام. وبعد تناول الطعام خرج النصاب بحجة إحضار الماء، ولكن لم يرجع وترك الضحية الذي تعرض للأذى ودفع ثمن الطعام، وهذا جزاء المغفل الطماع. إذن هذا هو التلخيص لنص الضحية والمحتال، أتمنى أنه أفادكم نوعا ما. إلى تلخيص آخر إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.